رجعنا لكم بعد طول غياب مع حلقة جديدة من حلقات شخصيات من تاريخ مصر، والجزء الثاني والأخير من حلقات شجرة الدر. تابعونا. مصر يما يا بهية، يما طرحة وكلابية، الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية. مصر ياما يا بهية، يام طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، وأهلا بكم في الحلقة الثانية والأخيرة من حلقات شجر الدر. عرفنا الحلقة اللي فاتت إن شجر الدر اتجوزت السلطان نجم الدين أيوب. بعد جوازهم بفترة قليلة جت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع، وكان بيواجهها السلطان نجم الدين أيوب، واستولوا على المنصورة. في الفترة دي توفى السلطان نجم الدين أيوب، وهي خوفا على عزيمة الجيش خبت خبر وفاته، وبعتت جابت طوران شاه ابنه وجددت العهد للسلطان والابنه كولي عهد. عرض عليها الأمير ركن الدين بيبرس خطة لمواجهة الصليبيين في المنصورة، وفعلا نفذت الخطة، والخطة نجحت وانتصروا على الصليبيين، وأصبح لويس التاسع أسير. بعد الانتصار ده استنكر السلطان الجديد شجرة الدر، وبدل من ان هو يحفظ لها الجميل ان هي جابته وانتصرت على الصليبيين، بدأ يهددها ويطالبها بمال ابوه اللي هو السلطان نجم الدين ايوب. كانت دايما ردها لي ان هي صرفت الفلوس دي على الحرب وتدبير امور الدولة، وكان هو بيضغط عليها. خافت منه وهربت للقدس. طوران شاه ما كانش بيهددها هي لوحدها، ده كان بيهدد الامراء اللي كان ليهم الفضل الاول في ان هم ينتصروا على الصليبيين، وبدأ ان هو يفكر ان هو يتخلص منهم، بس هم كانوا اسبق منه واسرع منه في الحركة وقتلوه على يد أقطعي. بعد ما قتلوه لقوا المماليك نفسهم في وضع جديد، بقوا النهارده كده أصحاب الكلمة الأولى في البلاد، والمقاليد الحكم في إيديهم، مش متعودين على كده. كان الأول بيستخدموا عشان يتحققوا مصلحة شخص معين أو لهدف معين، أصبح الأمر قدامهم إن هم لازم يختاروا سلطان للبلد. وبدل من هم يختاروا واحد منهم نتولى شؤون البلاد، اختاروا شجر الدر، وفعلا بيعوها على انها السلطانة الجديدة، ونقشوا اسمها على العملة بالعبارة الاتية: المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل امير المؤمنين. شجرة الدر ما كانتش أول امرأة بتحكم في العالم الإسلامي، سبقها واحدة اسمها راضية الدين سلطان الدلهي، حكمت 4 سنين من سنة 1236 ل 1240، وأروى بنت أحمد الصليحي حكمت في الفترة من 1098 ل 1138. بعد ما شجرة الدر جلست على العرش ومسكت زمام الأمور وأحكمت البلد كويس، كان أول حاجة اهتمت بيها هو أنها تصفي الوجود الصليبي في البلد. عملت مفاوضات مع الملك لويس التاسع، انتهت بأن هو يسلم دمياط ويمشي هو وكبار الأسرى مقابل فدية كبيرة تقريبا 800 ألف دينار.
يدفع النص قبل ما يمشي ويسيب دمياط، والنص التاني لما يوصل عكا ويمضي على تعهد ان هو مش هيقرب من سواحل البلاد الإسلامية مرة تانية. رغم الانتصار الجميل اللي عملته شجرة الدر، بس الظروف ما كانتش جاية معاها في صفها ولا اتاحت لها ان هي تستمر في الحكم طويلا. على الرغم من عملته من مهارة وحزم في إدارة شؤون الدولة، واتقربت للشعب وبدأت تدي في فلوس وإقطاعات لكبار الأمراء، لقيت معارضة شديدة داخل البلد وخارج البلد. داخل البلد خرج المصريين في مظاهرات، إزاي امرأة تجلس على عرش مصر؟ وكان العلماء كانوا برضو قايمين بمظاهرات ضد ولاية المرأة للحكم، وقاد المعارضة العز ابن عبد السلام سلطان العلماء وشيخ الإسلام وقتها لمخالفة جلوسها على العرش للشرع. في الوقت نفسه كان الخارج برضو ضدها. الأيوبيين في الشام كانوا متضايقين جدا من قتل طوران شاه، وان المماليك ياخدوا الحكم، وان شجرة الدر توضع على العرش. فالخلافة العباسية رفضت كده وبعتوا خطاب للمماليك كاتبين فيه، كان الخليفة المستعصم بعت وقال لهم: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجالا. شجرة الدر ما لقيتش قدام المعارضة الشديدة اللي بره وجوه غير إن هي تتنازل عن العرش للأمير عز الدين أيبك، ولقب باسم الملك المعز. فكانت الفترة اللي قضتها في حكم مصر هي 80 يوم بس. تسكت؟ لا، شاركت عز الدين أيبك في الحكم لدرجة ان هي افرضت سيطرتها عليه، وارغمته على ان هو يهجر زوجته الاولى اللي هي ام علي، وحرمته ان هو يزورهم. ساعدت شجرة الدر عز الدين أيبك في تولي حكم مصر، وكان في الفترة دي أقطاي أو الأمير أقطاي كان من أشد وأشرس القادة المسلمين في عصره، وكان ليه كلمة وصدى واضحين جدا في تحركات الجنود في كل مكان، فكان يعتبر منافس لعز الدين أيبك، فساعدته في ان هي اتخلصت من أقطاي. طبعا كلنا عارفين قصة اتخلصت من أقطاي دي ازاي، يعني جت في الفيلم وشفناها. بعد ما هو اتخلص بقى من أقطاي واتخلص من قرف الأيوبيين اللي في الشام وبدأ يفرض سيطرته على الدولة، بدأ ياخد خطوات كده يعني تضايق السلطانة شجرة الدر، او اللي كانت سلطانة اللي هي شجرة الدر. راح يتجوز او كان هيتجوز بنت بدر الدين لؤلؤ ملك الموصل. عرفت شجرة الدر بالموضوع، جالها غيرة الستات، ست زي اي ست، غارت زعلت غضبت، فبعتت له قالت له: ما تزعلش مني، وبدأت تستعطفه وترضيه: وانت اللي هتحكم مصر وانا هقعد ست بيت وما تشغلش بالك واحكم انت يا سيدي. فعلا خدع عز الدين أيبك لحيلتها واستجاب ليها ورجع للقلعة قتلته. اول ما رجع قتلته. بعد ما قتلته راح اتنشرت بين الجنود وبين العامة ان هو مات وهو فجأة كده وهو نايم بالليل، لكن المماليك طبعا ما صدقوهاش، ليها سابقة مع أقطاي فطبيعي مش هنصدقك. راحوا خدوها وودوها عند ام علي اللي هي الزوجة الاولى لعز الدين أيبك، اللي حبستها كام يوم، وبعد كده امرت الجواري ان يقتلوها بالأبائيب، يضربوها بالأبائيب على رأسها، يعني مش هي شخصيا اللي ضربتها، لا ده الجواري بتوعتها اللي ضربوها على رأسها، ورموها من أعلى سور القلعة
وبدأت جثتها تتعفن كام يوم لغاية ما دفنت بجوار القلعة. اتقتلت شجرة الدر سلطانة مصر في 3 مايو سنة 1257 لحكمة مصر فترة 80 يوم، وبعد كده اتنزلت لعز الدين أيبك. بكده تكون انتهت شجرة الدر وانتهت قصة شجرة الدر. بس شجرة الدر عملت ايه؟ عملت ان هي كسبت او انتصرت على الحملة الصليبية التاسعة، واثارت لويس التاسع قائد الحملة ودفعته فدية. ده كان الانجاز او الانتصار اللي حققته شجرة الدر. كده انتهينا من شجرة الدر. مستنيينكم ان شاء الله تتابعونا في حلقات تانية من شخصيات من تاريخ مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.